السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة معادلة كلية التجارة. إن شاء الله دلوقتي هنحل يا جماعة معاكم الامتحان بتاع اللغة الإنجليزية لعام 2022. دي الوقت بتاعه من 1 لـ 2، يعني ده الفترة الثالثة. تمام، هنبص مع بعض كده. طبعا نقول بس الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. houses around the world، houses around the world، طبعا هو دي القطعة بيقول لك المنازل حول العالم. وعلى فكرة بالنسبة للقطعة وبالنسبة للقطعة النماذج التانية، القطعة دي معقولة، يعني طبعا هو القطعة كلها كانت صعبة وكل حاجة، بس القطعة ديت إيه من القطع الجميلة اللي فيها إيه، بيسأل على الأماكن كلها وكلها واضحة وتقدر تستفرغها من القطعة. هنشوف كده مع بعض. do you live houses around the world، يعني إيه المنازل حول العالم. دي وليف، طبعا احنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات وهقول دلوقتي تاني، اللي انا في القطع الكبيره ديت اللي زي بالمنظر ده ما بقراهاش كلها، بقرا اول جمله في كل فقره او اول جملتين في كل فقره. فقره يعني ايه؟ يعني بدايه، دي بدايتها، هي دي فقره، دي داخله جوه كده يبقى فقره تانيه، دي هنا فقره ثالثه. ليه بقى؟ لان انا بعرف في كل فقره بتكلم عن ايه بس بشكل عام، بعد كده بروح للاسئله اشوف السؤال بيتكلم عن ايه. تمام، هتلاقي السؤال اول ما اشوفه هفتكر هي في كان فين، انا قريت عناوين الفقرات فهروح للفقره الخاصه بيه. تمام كده، يعني نشوف كده مع بعض. دي استراتيجيه بنستخدمها مع، او طريقه بنستخدمها مع القطع الكبيره. Do you live in a house؟ هل انت بتعيش في منزل؟ You might be surprised to learn that there are many 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 kinds of houses. هتكون ايه انت، هل انت بتعيش في منزل؟ احتمال او من المحتمل ان انت تكون مندهش ان انت هتعرف او هتتعلم عن انواع كثيره للمنازل، ميني كاينز، انواع كثيره من المنازل. هاخد الجمله الثانيه برضو بالمره. most people in the United States are used to houses made of wood or bricks. يعني كثير او كثير من الناس بيعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه United States بيعملوا منازلهم من الخشب او البريكس. تمام، احنا كده قرانا اول ايه، اول جزئيه. تمام، بريكس اللي هي قوالب الطوب. يعني تعال نشوف الفقره الثانيه. يبقى هنا كنا ان ذا جريت ريفت فالي اوف اريتريا، يبقى كده بيتكلم على مين؟ على اريتريا. ذا نوماديك بيبول هو ار ان ذا ان ذا اثر ترايب بيلد ذير هاوسز اوف سترو. يعني في اريتريا. تمام، هنا ديت جريت ريفت فالي، يعني الاخدود العظيم اللي موجود في افريقيا اللي موجود في اريتريا. طبعا ده معناه ان انا مش محتاج ان انا اترجم كل كلمه حرفيا، انا عرفت اريتريا خلاص زي الفل. تمام، ذا نوماديك بيبول المفروض معناها الناس الرحاله، بس انا لو مش عارف معناها خلاص. تمام، بيعملين البيوت بتاعتهم منين؟ سترو، من القش. their houses are shaped like domes، يعني ايه؟ يعني المنازل بتاعتهم شكلها شكل الايه؟ دامز، اللي هي القبه يعني. هاف سفيرز، هاف سفيرز، انا مش عارف هاف سفيرز، اديني عرفت ايه قبه او مش عارف حتى قبه. هي الكلمه موجوده وجنبها كلمه ثانيه. هنشوف دلوقتي كمان شويه في الاسئله هنبص عليها. هاف سفيرز دي معناها نص كره يعني. دوم يعني ايه؟ او اللي هي معناها القبه يعني، والقبه عباره عن نص كره يعني. طيب تعالوا نشوف الفقره اللي بعديها الثالثه. بيبل هو، يبقى كده بيتكلم هنا عن اريتريا. بيبل هو بيلونج تو ذا يورس ترايب اوف ليك تيتيكاكا بيرو، يعني الناس اللي بتخص قبيله يورس ديت او ارس ديت، ارس موجوده فين؟ في عند بحيره تيتيكاكا، في بحيره اسمها تيتيكاكا في بيرو. بيلد، بيبنوا زير هاوسز اوف ريدز، بيبنوا ليه الناس بتاعتهم اوف ريدز. انا مش عارف ريدز يا عم، خلاص سيبها يعني، اتعامل مع ريدز معناها ايه؟ اللي هي القصب يعني. تمام، نوت اونلي ذات زي اولسو ليف on islands that are made of reeds. ايه ده هم كمان مش بس هم بيعملوا منازلهم من reeds، لا ده كمان هم عايشين على جزر من الايه؟ من القصب، جزر من القصب. تمام جميل، يبقى احنا كده عرفنا ان ده بيتكلم على بيرو. تمام، ان سناز يمن، صنعاز، صنعاز يمن، يعني في صنعاء في اليمن، صنعاء اللي هي عاصمه اليمن.
some people live in tall houses بيعيشوا في مباني طويلة made of bricks مصنوعة منين من ال من الطوب أو من ال من قوالب الطوب the bricks are made of clay مصنوعة من clay اللي هو الطمش أو الطين straw ash and soil وإيه وكمان التربة طب جميل يبقى احنا خدنا بالنا تعالى نشوف اللي تحتها خط traditional houses يعني معناها المنازل التقليدية but they are made of concrete instead of bricks يعني هما ايه المنازل التقليدية بيبقى مصنوعة من يعني قبلها جمله هيت بيقول لك بعدها اولا بيقول لك المصنوع من الخرسانه بدل من الطوب الايه بدل من الطوب اول الطوب يعني في قبلها جمله برضو انت لما تلاقي حاجه تحتها خط كده لما يجي في الاسئله هنشوفها بتقول شوف الجمله اللي قبلها واللي بعدها تعال نبص اللي بعديها برضو ان من دينينو ان ذا فيلبينز يبقى كده هتكلم عن الفلبينز انا كده عرفت ممكن اكمل الجمله وممكن لا كده عرفت فوجيان تشاينا يعني ايه في فوجيان تشاينا في الصين يعني تمام تعال نبص اللي بعديها ان ذا جوبي ديزرت يعني في صحراء جوبي ان منغوليا يعني في منغوليا تمام جميل انا عرفت كده هتكلم عن منغوليا هنا على فكره القطعه لذيذه جدا هنا بالنسبه لل انا عارف انها يعني ممكن تكون صعبه طبعا بس هي بتتكلم على كلها انماط ليه انا هتلاقيها مباشره في الاسئله دول The traditional houses of Chitos Greece يعني المنازل التقليديه في شيتوس اللي موجوده في جريس في اليونان يبقى كده هيتكلم عن اليونان تمام اندياك بيبول ان اندونيسيا يعني هنا اوف اندونيسيا هيتكلم عن اندونيسيا تعال بقى نشوف What is another word for soil ما هي الكلمه الاخرى للسويل سويل معناها تربه تمام طب انا مش عارف عندنا تايل تمام معناها بلاط ديرت دي معناها اللي هي معناها احنا يقول لك ديرت يعني متسخ وسخ يعني او بتيجي معانا ساعات بمعنى ايه بمعنى مض اللي هي الطمش او الطينه كلوث اللي هو القماش وبرايك بريك اللي هو اللي احنا قلنا عليها القوالب اللي هي الطوب لا هي اقرب حاجه ليهم هي هتبقى ديرت ديرت هنا مش جاي بمعنى متسخ بقى جاي بمعنى ايه؟ جاي بمعنى زي ما قلت كده مد طينه او تربه تمام؟ يعني دي تربه ودي طينه. When something is decorated it's لما يكون شيء decorated تمام مش عارف يعني decorated تعال نرجع كده فوق هي موجوده هي تحت خط دايما هيلاقي الحاجه اللي بيسال عليها تحت خط تعال نقرا الجمله اللي قبلها واللي بعدها. They have outdoor dining عندهم ايه؟ rooms عندهم غرف للعشاء او للاكل خارجيه which are decorated with tile and rock يعني معموله بالتايل والروك يعني معموله بايه؟ بالبلاط والايه؟ that means they are ornated and made of and made to look more beautiful وشكلها حلو. تعالى كده نشوف بقى الجمل كده انا كده مش عارف معناها اهو بحاول اهو. made larger اوسع made stronger اقوى made to look more beautiful هي موجوده فوق يبقى هو جايبها لك من هنا يعني انت هتاخدها من هنا هتنقلها هنا عشان كده اي كلمه زي كده بتشوف اللي قبلها واللي بعدها وممكن تلاقي الاجابه فيها decorated بالمناسبه معناها مزخرف يعني ايه معموله متزينه يعني هي عشان تبقى جميله يبقى دي كده رقم اثنين رقم ثلاثه نمبر 3 How are the islands and the houses of the Eros tribe the same هو ايه الجزر او المنازل اللي بتصنع او اللي مصنوعه من ايه في القبيله اللي اسمها ايروس بقى هروح انا حتى لو مش عارف اي معنى اروح عند الكلمه اللي هي اسمها ايروس ترايب دي هنشوفها لسه شايفينها من شويه عشان كده انا بقول لكم احنا بنبقى قاريين عناوين الايه اهي ده كانت الفقره الثالثه ايروس اوف ليك تيتيتاكا زي ما قلنا بيرو مصنوعه منين من ريدز هي ايه المنازل بتاعتهم ومش بس كده وكمان الجزر بتاعتهم مصنوعه من ريدز يبقى الاجابه ايه ريدز اللي هي الايه الاصل ايوه زي are both made of a trees جميل يبقى دي الاجابه. Why did people live in three houses in Philippines؟ ليه بيعيشوا في الاشجار في الفلبين؟ يبقى هطلع ادور على الفلبين. ادي الفلبين اهي دي الفلبين اهي في الفقره دي. Some people still live in three there are the three houses are made of bamboo مصنوعه من خيزران with grass roofs ومن من الحشائش او الاعشاب في السطح بتاعهم. The house are good lookouts يعني بتبقى ليها مناظر وليها رؤيه فور سنيكس بتقدر تشوف على تشوف الثعابين والحيوانات المفترسه الظاهر من بعيد يعني. The air is cool الجو بيبقى جميل
او يعني بارد and the houses are stay dry والمنازل بتظل جافه. تظل ايه جافه؟ لان لو على الارض الزهر بيبقى فيه ميه كتير ولا حاجه. تمام تعال نشوف بقى كده. هو بيقول لك هنا ايه؟ why did ليه الناس بتعيش في اشجار فوق؟ so they could see far هيشوفوا من بعيد. so they could stay cool هيبقى الجو حلو كده، هيبقى قاعدين في جو بارد او منعش. so they stay safe هيبقوا في امان. احنا قايلين في امان عشان من شويه قلنا ايه التعابين والكلام ده. all of the above كل اللي فوق صح. all of the above يعني كل اللي فوق. هي دي يا جماعه، هي رقم دي. traditional houses اللي هي الايه المنازل التقليديه. are houses that have been built هي منازل بنيت، منازل تقليديه. to be easy to move عشان تتحرك بيها. ايه ده؟ لا طبعا هو انا هتحرك بالمنزل. هو طبعا في حاله من الحالات اللي فوق بيتحركوا بالمنزل بتاع اوف كلاي، مصنوعه من الكلاي سترو اند سويل، ولا ذا سيم واي فور لونج تايم يعني مصنوعه من الطمي والقش والتربه، ولا ذا سيم واي وبنفس الطريقه لفتره طويله. مصنوعه بنفس الطريقه لفتره طويله، ولا فيها غرف الاكل بتاعتها في الخارج. لا هي تراديشنال ذا سيم واي فور ا لونج تايم يعني ايه؟ يعني هي منازل ما بتتبني بطرق بطريقه تقليديه او بنفس الطريقه لفتره طويله، يعني مثلا بقى لهم 100 سنه بيبنوا بنفس الطريقه، يبقى دي منازل تقليديه. تمام؟ فاهم الفكره؟ يبقى هي رقم ايه؟ سي. كريشن از ذا بروسيس هي عمليه. تعالى نشوف بقى ايه كريشن. هو انا بيقول لك ايه؟ ادي كريشن محطوط تحتها خط. ذا انيمالز ار بارت، لا ارجع ورا خطوه كمان. لو كل ما مش هقدر افهم المعنى ارجع ايه لغايه ما اوصل لبدايه الفقره مفيش مشكله. The houses are decorated with pictures احنا قلنا ليه منازل ايه؟ مزينه بصور of water snakes من الثعابين اللي ايه؟ الميه and rhinoceros birds اللي هي ايه؟ طيور وحيد القرن. اذا تحس ان هو ايه؟ ايه طيور وحيد القرن ديت؟ طيور زهر، دي حاجات من الخيال يعني. والتعابين المائيه. These animals are part of the people's story of creation يعني ديت هذه الحيوانات جزء منين؟ من قصه الخلق، او جزء من خلق الايه؟ او قصه خلق الناس يعني. تمام كده؟ or how the world was made او ازاي الايه؟ العالم صنع. يبقى ده ظهر وجهه نظرهم هم، وجهه نظر المجموعه اللي في اندونيسيا دول اللي هي بدايه الفقره هي متقال. تعالوا نشوف كده. يبقى creation هنا making something يعني بيعمل شيء معين، moving something living in something decorating something. يبقى هي اقرب حاجه making something يعني هو خلق حاله مش موجوده، او يعني قصه خلق الناس اللي هي creation. كلمه اصلا كلمه creation معناها يخلق او يصنع، هي making something. تمام؟ which group have cloth houses مين اللي كان اي جروب اي مجموعه كان بيتكلم عن المنازل معموله من القماش؟ تعالى نرجع كده نشوف بقى. دي هنحتاج ان احنا نبص هندور على ايه اللي هي فكره قماش دي. شوف هنا اهوت، هتلاقيها موجوده هنا. These homes are made of cloth مين بقى هم دول؟ هي جوبي ديزرت ان مانجوليز، ان مانجوليا يعني الناس اللي ايه قاعدين فين؟ في صحراء جوبي في منغوليا. تمام؟ وفي كمان طبعا احنا هنشوفها في الاختيارات. هو بيقول لك اهوت فين هي؟ ايوه اهي مانجوليز اند امريكان انديانز. ايه ده مانجوليز بس اللي احنا شفناها؟ طب ما نشوف امريكان انديانز دي موجوده فين؟ بيتكلم اكيد عن امريكا اللي هي اول فقره احنا قلناها. يونايتد ستيتس. however many people around the world live in houses made of grass dirt and or cloth. يبقى كده يا جماعه هي ممكن نقول ايه؟ مانجوليز ومين؟ مانجوليز وايه؟ و هي مشينا قدام شويه مانجوليز وكمان ايه؟ وكمان امريكان انديانز اللي هو ايه؟ الهنود الامريكان اللي هم الهنود الحمر يعني. تمام كده؟ طيب تعال نبص بعديها على السؤال بعد. وير دو هاوسز هاف اوت دورز رومز يعني اي منازل كان عندهم ايه؟ غرف خارجيه. احنا قلنا القطعه تقريبا قرناها واحنا بنتكلم دلوقتي صح؟ ايوه في الاخر ساعه ما قلنا ايه؟ ساعه ما قلنا اوت دورز زي الداينو. دول مين دول؟ جريس. اهي جريس، شيتوس في جريس. تمام؟ جريس اللي هي اليونان. يبقى كده الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى جريس. الكلام سهل دوت مش صعب. تمام؟ فين هي برضو؟
انجليزي بالاجابه هي دي. فوجيان از ابروفينس ذات از لوكيتد، موجوده فين فوجيان دي؟ موجوده في تشاينا الصين، شفناها هي ده في الفقره اهيت بسرعه. فوجيان تشاينا، فوجيان تشاينا، خلاص يبقى خدنا بند. جميل. السؤال اللي بعد كده نمبر 10، واي ار ذا ياك هاوسز ديكوريتد وذ بيكتشرز اوف سناكس؟ ليه هم بيعملوا الايه المنازل بتاعه القبيله اللي اسمها داياك ديت مزينه بصور من الايه سناكس؟ احنا قلناها ديت برضو ساعه ما قلنا ان هو ليه علاقه بالخلق، ولا صح كده؟ اهيت لما ابصوا، ايوه ذا هاوس ار ديكوريتد بيكتشرز ووتر سناكس. طبعا انا باخد الجمله وببدا ادور عليها في القطعه. And rhinoceroses, birds, these animals are part of people's story of creations. يبقى تعال نشوف الاختيارات كده. هي دي الاجابه. The snakes are part of a dyad creation story. يعني هي جزء منين؟ من قصه الخلق لدى القبيله بتاعت ايه؟ دايات. People in Peru. يبقى انا عايز كده people in Peru. Build their own بنوا الجزيره بتاعتهم about years ago. منذ كم ايه؟ سنه. يبقى احنا هندور كده ورا، هندور على بيرو على طول. كلمة بيرو طبعا في الفقرات كده، ببص على فقرة فقرة كده في الأول، خليها هنا تقريبا هنا في المكان ده. ما ظهرتش لغاية دلوقتي. أهيت بيبول هو بيلونج ذا ايرس اوف ليك تيتيتاكا بيرو بيلد زير هاوسز اوف ريدز اوف ايه؟ ريدز. يبقى مصنوع معموله بايه؟ بالريدز. فين هي الاجابات؟ ما هو عارف انها ريدز وعايزها من كام سنه. لما نرجع تاني يبقى ناخد بالنا عشان تبقى مركز فعلا عشان ما يحصلش كده. بص نوت اونلي زي also ليف ايلاند ذات ريدز زير بوتس اوف ريدز تو، حوالي 2000 بيبول او 2000 بيبول ليف اون ذيز مان ميد ايلاند. هي دي مصنوعه، جزيره مصنوعه. زي ستارت تو بيلد زير اون ايلاندز اباوت 500 ييرز ago، يعني من 500 سنه. يبقى هي الاجابه كده 500 ايه؟ يبقى الاجابه كده 500. تمام كده. ادام احنا لسه قايلين ادام اللي هي قبه، صح؟ ساعه ما قلناها هي ايه قد ايه؟ هاف سفير، يعني نصف ايه؟ نصف كره. هي دي اللي جابوها كانت متقاله طبعا، وانا قلتها لكم واحنا بنقرا سبحان الله لغايه كده. ايت ادي هاف سفير، هاف طبعا يعني نص، هاف يعني نص. طبعا هو الفكره كلها ان هو جايب لك نص بالكتابه فوق وجايبها تحت بالارقام، عشان كده ايه بيعتمد ان انت عارفها ولا لا. نومادز اللي هم ايه؟ اللي هم الرحاله زمان. ار بيبل هو موف فروم بليس تو بليس، اللي هي رقم 2. ذا اثر بي ترايب اللي هو جزيره، قصدي قبيله اثر، بيلد زير هاوس، بيبنوا منازلهم من ايه؟ تعال نشوف بقى اثر ديت فين. هي كانت في اخر قطعه، ايوه تراديشنال شيتوس. لا فين ايتر؟ لا مش ديت بقى، ده فوق شويه. ساعدوني في نطلعها طبعا، بس كلام سهل الحمد لله. يعني احنا كده ايه فهمنا لعبه اللي نحل ازاي فوق في الحاجات الطويله. هي موجوده في الاول خالص. The other tribe build their houses of straw، يعني من القش، بيصنعوا بيعملوا منازلهم من القش. فين هي بقى straw دي؟ حتى لو انا مش عارف معنى القش، هي موجوده فوق قش straw، هختار straw. Houses around the world are built of المنازل حول العالم مصنوعه من ايه؟ glass ولا wood ولا copper ولا many different materials؟ لا many different materials معناها هي many different، معناها مواد خام او مواد مختلفه او عديد من المواد المختلفه. يعني ممكن بقى في حد بيعمل من خرسانه، حد بيعمل من طوب، حد بيعمل من خشب، زي ما احنا عارفين. نخش على الجرامر بقى، شو ذا كاركت انسر. ان نقط كشري 3 دايز ago but she didn't like it. هي جربت الكشري من ايه؟ من 3 ايام ولكنها ما حبتوش. ترايد هنا طبعا هي كده ماضي، فانا ما ينفعش اقول له ترايز ولا دي اصلا. دي اصلا غلط خالص، والسي ديت دي في المضارع مع المفرد في المضارع، انا عايز ماضي. يبقى هي هتبقى رقم ايه؟
طب ليه ما ينفعش الرقم اللي بي؟ لان تراي هي تراي تي ار واي صحيح، بس لما اجيب الماضي بتاعها احول الواي الى اي اي دي، احول الواي الى اي دي اي دي. ليه؟ لان الواي لما يكون قبلها حرف ساكن اللي هو الار الحروف الساكنه بحول الواي تبقى اي اي دي، يبقى تراي ده الماضي بتاعها. كارمن، كارمن نقعد فور جريس ذيس ايفنينج، يعني ايه؟ هتغادر لمين؟ لليونان هذا المساء. يبقى اقول له ايه يا جماعه؟ احنا خدنا في المضارع المستمر، في المضارع المستمر خدنا اللي فيه حاجات تنفع للمستقبل، في حاله اللي انا ايه؟ اللي انا بقول حاجه فيها خطه او معد ليها في المستقبل، تمام؟ انا هعدلها معد ليها المستقبل، تمام؟ وقلنا الحالات ايه؟ ده مع المضارع الايه؟ المستمر، تمام؟ تعالى اوريها لكم كده بسرعه برضو. اهي يا جماعه في المضارع المستمر. طب ما احنا خدنا، طبعا انا شرحت الكلام ده قبل كده في الازمنه زمان، تمام؟ شرحته معاكم. بص كده معايا اهو في التكوين، كنا قايلين من ضمن الحاجات في المضارع المستمر حاجه بتحصل دلوقتي حالا فبنعملها مضارع مستمر، هو ام او اذا او ارزا فعل زي الان جي، او حاجه بتوصف خطه او ترتيبات في المستقبل. وحتى خدنا كلمه زيز اهي، زيز ويك هذا الاسبوع، زيز ايفنينج، زيز زيز افترنون، زيز زيز نايت، يعني حاجه تدل على انها حاجه هتحصل فين؟ في المستقبل القريب. حاجه هتحصل فين في المستقبل الايه؟ القريب. يبقى مضارع ايه؟ مستمر. مضارع مستمر بقى باخد معاه ام او از او ار زائد فعل زائد ان جي، يبقى از ليفنج. طب ليه ما ينفعش ار ليفنج؟ اولا ما فيش اختيارات ار ليفنج، بس كده كده ايه؟ كارمن دي مفرد فهتبقى از ليفنج، هتبقى هي رقم دي. سامية نقعد تو ذا سكول تومورو. سامية هتروح المدرسة، مش هتروح المدرسة بكرة. ايه ده؟ طب دي مش هتروح المدرسة ديت، احنا لسه قايلين برضو المضارع المستمر بيدل على حاجه فين؟ على حاجه حاجه في المستقبل، تمام؟ فهنختار ايه؟ مضارع مستمر ممكن تنفع مع حاجات في المستقبل، حاجه انا بعد ليها المستقبل، فيبقى isn't ايه؟ isn't coming. isn't coming يعني سوف لن تذهب الى ايه؟ المدرسه بكره، تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده عندنا I not a great novel last week. الاسبوع الماضي، لاست يبقى ماضي على طول، تبقى ريد. ايه ده؟ انهي ريدد؟ لا هي ريد اصلا الماضي بتاعها ريد برضه، او بس بننطقها ريد، يعني هي ريد المضارع تتنطق ريد ماضي، بس تبقى انهي؟ تبقى هي نفس الايه؟ الكتابه. طبعا هنا هم الامتحان دوت سهلوا عليكم في القطعه، بس شد يعني شدوا شويه في افكار الايه؟ الجرامر. فهي هتبقى ايه؟ هتبقى رقم ايه؟ طيب كلمه ستيل يعني ما زال، تدل برضو على المضارع الايه؟ المستمر. وادي الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر احنا قلناها، كان من ضمنها كلمه المفروض ستيل برضو، تمام؟ كلمه ايه؟ ستيل. طيب هتبقى از هي ستيل وركينج. طب يا مستر ليه از؟ ليه از يا جماعه؟ لان هي بتاخد ايه؟ از، تمام؟ طب ما ينفعش وير او ووز او ار، لا مش تنفع، لان ده ماضي مستمر وده ماضي مستمر وده، ودي غلط خالص اصلا اللي هي رقم سي. وار وركينج دي عايزه جمع. ماي ماذر اولويز، امي دايما نوت هير بيرس، دايما بتنسى ايه؟ المحفظه بتاعتها، يبقى فورجيتس. دي اولويز بتدل على المضارع البسيط، يعني فنحط الفعل ايه؟ بس. وات نوت ذا كيدز سبيس ات ذا مومنت، وات at the moment يعني في هذه اللحظة، مضارع مستمر برضو اهي، تبص برضو في المضارع كلمات الدالة على المضارع المستمر at the moment اهي، تمام؟ طيب كلمات الدالة على المضارع المستمر kids دوت جمع ولا مفرد؟ أطفال، يبقى جمع، يبقى أحط R بعد كده kids بعد كده دون، يبقى هي ديت، يبقى رقم دي. أحمد had his breakfast، أحمد تناول الإيه؟ البريكفاست بتاعه، الفطار بتاعه. هقول له يبقى had دي الماضي بتاع have، يتناول، تمام؟ يبقى كده هو عايز ماضي، يبقى didn't he. didn't he ليه بقى؟ ما ينفعش did he ليه؟ لان انديت مثبته، يبقى لازم اخليها منفيه، يبقى didn't he يبقى رقم ايه؟ جيمز وايف يعني زوجة جيم، زوجة مين؟ جيم. نوت اباوت هيز فورجيتفولنس. فورجيتفولنس يعني ايه؟ دايما بيشتكي من ايه؟ من نسيانها يعني، تمام؟ اللي هي بتنسى على طول، تبقى ايه بقى هنا؟ يبقى خدوا بالكم يا جماعه، اولويز ممكن احيانا في حالات، هي طبعا المفروض مع المضارع البسيط، بس احيانا في حالات مع المضارع الايه؟ المستمر. طب هي لو مع مضارع بسيط، تعالى نحاول نطلعها مضارع بسيط كده. طبعا وايف ديت مفرد صح؟ يبقى المفروض تبقى الفعل فيه اس، في حاجه فيها اس هنا؟ اه،
في حاجه فيها اس بس معاها هاف. لا دي غلط خالص، دي غلط. ليه؟ لان هاف دي ما تنفعش مع كومبلينز، هي المفروض كانت تبقى اولويز كومبلينز بس من غير هاف. تمام. طب ما فيش بقى، خلاص قال لك هناخد معاها المضارع المستمر، وقال لك حاله اولويز بتستخدم مع المضارع المستمر بس في حاله ايه؟ حاله استثنائيه كده او في حاله بسيطه، اللي هي في حاله لما يكون في شكوى، في مشكله، في فاهمين قصدي؟ فاقول له از طبعا ايه؟ وايف مفرد هتبقى از اولويز كومبلينج، هي هتبقى رقم ايه؟ وايل نوها سبيس، سبيس يعني نقط، دينر ذا ذا دور بيل الجرس ايه؟ رن. المهم يعني هي الفكره كلها وايل الاقيها يجي معاها وراها مضارع مستمر، قصدي ماضي مستمر، معلش ماضي مستمر، والجمله الثانيه لا اما ماضي مستمر لا اما ماضي بسيط. تعال نبص كده مع بعض. ووز كوكينج صح، ورانج ده الماضي بتاع ايه؟ طب ما فيش حاجه، ما فيش ماضي مستمر هنا؟ لا 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 مفيش 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 هنا. دي تنفع؟ لا ما تنفعش اصلا، دي ايه؟ وير مع الجمع، ونهى دي مفرد. حتى لو ما تنفعش ليه؟ لان الجمله الرينجز ديت ايه؟ مضارع بسيط. يبقى هي ايه؟ هي رقم ايه؟ تمام. اتمنى يا جماعه اكون فهمتوا او عرفتوا الحل بتاعكم. بقول لاخواتي الصغيرين دايما، بقول يا جماعه دايما لاخواتي الصغيرين ان اولا انت بذلت اقصى ما عندك، فاقول الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. يعني اولا الفترة ديت ادعي ربنا كتير ان ربنا يوفقك ان شاء الله وتنجح، لان يعني الحاجة الوحيدة اللي بتغير القدر هي الدعاء، دي رقم واحد، الحاجة الوحيدة اللي بتغير القدر هي الدعاء. تمام. تاني حاجة، اولا تاني حاجة كمان، ان فكرة ان انت تحاول غير الدعاء كمان، ان انت كمان انا عارف ان الامتحان دي صعب، خاصة الانجليزي وخاصة الجغرافيا كمان. يعني انت اهم حاجة ان انت عملت اللي عليك، بذلت اقصى ما عندك عشان ما بقاش فيه قلت يا ريتني ان انا ازود مجهود اكتر. فطالما انت بذلت اقصى ما عندك، النتيجة دي بتخليها بتاعت ربنا. تمام. النتيجة بتاعت ربنا، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنجحوا، وامنوا معايا كده. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان شاء الله انتوا كلكم تنجحوا ان شاء الله. فانت الحمد لله بذلت اقصى ما عندك، فان شاء الله تنجح. طيب في حاله لا قدر الله ما حصلش كده، لو ما حصلش كده انت بتقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، متاكد ان ربنا شايل لك حاجه كويسه قدام. لو انت ليك فرصه ثانيه تعمل المعادله يبقى كويس، ما لكش فرصه ثانيه يبقى انت ربنا شايل لك حاجه ثانيه ايه قدام ان شاء الله. الفرصه دي الحاجه الثانيه اللي ربنا شايلها لك ديت انت مش عارفها، طالما بذلت اقصى ما عندك، طالما بذلت اقصى ما عندك. وان شاء الله برده برجع اقول ان شاء الله تنجحوا كلكم وتحققوا احلامكم ان شاء الله. قبل ما نقفل الفيديو بس يا جماعه، زي ما تعودنا كده، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.